بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل ما بدأنا به في الحلقات السابقة من استظهار الأحكام من الآيات، من قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، إلى قوله: ومن أصدق من الله قيلا. فيؤخذ من هذه الآيات زيادة على ما سبق أن من اعتصم بالله لم يقدر الشيطان على إضلاله، وهذا مما يوجب على العبد أن يستعيذ بالله من الشيطان. ولهذا أمر الله بالاستعاذة من الشيطان الرجيم: ومن استعاذ بالله قلب حاضر فإن الله يعيذه منه. وكذلك من أطاع الله وتقرب إلى الله وأخلص النية لله فإن الله يعصمه ويحميه. وكذلك من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا سبيل للشيطان عليه. ويؤخذ منها وجوب الصبر على طاعة الله وعبادته، والحذر من إغواء شياطين الإنس والجن، لأن الذي يكون على الحق لا بد أن يبتلى من أعداء الحق في كل زمان ومكان، حتى الرسل. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ويقول جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهؤلاء الأعداء الذين هم على الشق الثاني المقابل لصراط الله يحتاج الإنسان إلى الصبر والامتناع من طاعتهم، ويحتاج مع الامتناع إلى الصبر والثبات، لأنهم قد يغرونه من ناحية بالأطماع، وإذا لم يقبل الأطماع فقد يهددونه، بالقتل أو بالضرب. فعليه أن يصبر ما دام أنه على الحق، فإنه يصبر على طاعة الله عز وجل. ويؤخذ منها بيان خطوات الشيطان مع بني آدم، وذلك من قوله تعالى: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهذه خطوات الشيطان. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فخطوات الشيطان أنه ينتقل بالإنسان من حالة إلى حالة، ما يأتيه دفعة واحدة، وإنما يأتيه شيئا فشيئا حتى يهلكه. يجب الحذر من كيد الشيطان وأعوانه. يؤخذ منها تحريم تغيير خلق الله باطنا وظاهرا. باطنا بتغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وظاهرا بتغيير ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغييره، وذلك بالوشم، وذلك بالنمص، وذلك بالوصل، وذلك بالوشر، وذلك بحلق اللحى وتوفير الشوارب إلى غير ذلك. فكل هذا من ما يأمر به الشيطان، وهو تغيير لخلق الله في ظاهر الإنسان مع تغيير فطرته، وتشويه ما هو عليه ظاهرا وباطنا.
يؤخذ منها تحريم اتخاذ شعارات الشرك في البهائم وغيرها، فإن من سنن المشركين أنهم يبتكون آذان الأنعام، هذا شعار، شعار يتخذونه للأصنام، فيؤخذ من ذلك تحريم حمل شعارات الشرك سواء في الملابس أو على الأبواب أو في البيوت أو غير ذلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لا يترك تصاليب إلا نقضها. تصاليب جمع صليب، وهو شعار الشرك عند النصارى، فيدل هذا على تحريم حمل شعارات المشركين على المراكب أو على المساكن أو على الثياب أو غير ذلك، أخذا من قوله تعالى ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، هذا شعار للشرك في البهائم. ويؤخذ منها تحريم الوصل والوشم، التفلج للحسن والنمص، حلق اللحى وتوفير الشوارب، كل هذا من تغيير خلق الله المنهي عنه، لأن هذه أشياء تشوه خلقة الإنسان ومظهره. وقد من الله عليه بهذه الأشياء فلا يجني عليها. يؤخذ منها أن طاعة الشيطان تؤول إلى الخسران العظيم وسوء العاقبة، وإن كان أتباع الشيطان بالعكس يرون أنها تقدم وأنها رقي وأنها حضارة وأنها سير في ركب الحضارة إلى آخر ما يقولون، فإن الله بين عاقبتها وأنها خسران وبوار. ويؤخذ من هذه الآيات أن وعود الشيطان لبني آدم، وعوده لبني آدم وتزيينه كلها خداع وغرور لا يغتر به أهل الإيمان، لأنه كما أسلفنا الشيطان لا يعرض الشر مفضوحا أمام الناس ويدعوهم إليه، وإنما يعرضه بصورة مغرية وصورة مزورة، فينخدع بها من لا بصيرة له وليس عنده عقل وتفكير. ويؤخذ من هذه الآيات بيان عاقبة طاعة الشيطان، وأن عاقبته الخسران والغرور والنار والعياذ بالله، الخسران خسرانا مبينا، وما يعدهم إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم. فهذه هي عواقب طاعة الشيطان، ومن يرضى لنفسه بذلك. فعلى المسلم أن يتذكر هذه الأمور إذا عرض له فتنة أو عرض له ما يغري أو عرض له دعايات، فعليه أن يتذكر العواقب ولا ينظر إلى المظاهر الحاضرة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.